فإنا مقبلون غدا بحول الله عز وجل على صيام شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يدخله علينا وعلى المسلمين أجمعين باليمن والإيمان والبركة والإحسان والتوبة النصوح لكل الخلق والنصر المبين للحق على الباطل. ثم أما بعد، مرة أخرى، فإني محذر النفس أولا وإياكم من أن نضيع شهر رمضان هدرا. وشهر رمضان معدود في ميزان الله وميقاته سبحانه وتعالى غاليا. شهر رمضان وقت معدود في الميزان ديال الله عز وجل بثمن غالي، فالدقيقة فيه ليست كالدقيقة في غيره، والساعة فيه ليست كالساعة في غيره، ولا النهار بالنهار ولا الليل بالليل ولا الشهر كله بالأشهر جميعا. رمضان متميز في دين الإسلام، ركن من حيث هو صيام في شهر كامل، ركن أصيل من أركان الإسلام. من أركان الإسلام لا يتم إسلام المسلم إلا به اعتقادا ثم عملا. ولذلك من الخطر الكبير على عقيدة المسلم وعلى عمله أنه يدخل في هذا الشهر الكريم وهو لا يدري ما يصنع من حيث الاعتقاد فيه ومن حيث العمل. كل عام يجي رمضان وقليل من الناس اللي كيحس بأن هذا العام أو هذا الشهر من كل عام راه به كيقوم الإسلام ديالو من حيث هو مسلم، فهو سارية من السواري إلى جانب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلى جانب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. إلى جانب ذلك جميعا يقوم هذا الشهر لك سارية به توصف بأنك مسلم. فإذا كان هذا بهذا الشكل ركن ركين من أركان الإسلام، فيجب أن نعتقد في صيامه كل سنة نصومه أننا نؤدي إسلامنا، أننا كنطبقوا الإسلام ديالنا به إلى جانب أركانه الخمسة الباقية. وإذا كان ذلك كذلك، وهو نعم كذلك، فمن الحمق والسفه أن تبذر أوقاته في سلات المهملات أو المزابل. هل شي واحد أعطيته دنانير من ذهب وما فهمهاش ما عرفهاش ورمها في الزبالة، كم يكون سفيها وكم يكون أحمق بليدا أبله حينما يلقي بالثمن الغالي في المزابل والمجاري الآسنة. ومع الأسف نشاهد كل شهر من كل عام من رمضان كثيرا من الناس يلقون بهذا الوقت الثمين الغالي عند الله في المزابل. الدقيقة الثانية الواحدة من يوم رمضان نهارا أو ليلا ثانية عظيمة، فأنت بالنهار صائم وبالليل صائم، كتأكل بالليل ولكن صائم من حيث المعنى الذي بيناه قبل من الصيام، من حيث إنه الانقطاع لله عز وجل عبادة وسيرا إليه سبحانه وتعالى وتولية الدنيا ظهرك والقفا. فأنت صائم بالليل كما أنك صائم بالنهار، وإنما يزيد صوم النهار أنك تنقطع عن الأكل والشرب وشهوة الجماع، ويستمر صومك عن الخبائث والمحرمات واللغو واللهو الفاسد الليل والنهار، لا فرق في ذلك بينهما في رمضان. الإنسان اللي صايم حقا فأول صفاته السكون والركون إلى الله عز وجل، لا يشتغل بشيء مما يشغله عن تولية الوجهة والقصد إلى الله. فأعجب بهم قوما يبيتون الليل يلهون ويلعبون. عجيب، واحد الظاهرة في رمضان من كل سنة لا تكسر إلا في رمضان.
وبعضهم يحسب أنه لا يقوم بشيء من الإثم أو الخطأ. شحال من واحد كيبان له ويجيب له إبليس لرسو أنه يعني ما كيدير والو. وذلك اللهو من شتى أنواعه، وعلى رأسه اللعب بالورق. بدأ يلعبوا الناس الكارتة في ليلة رمضان، عجيب. هذا الليل هذا رخاص عندك، رخاص حتى ولا يساوي الكارتة، عجيب. وهذه الدقائق بل الثواني من يضمن لك أنها تعود عليك لعام مقبل؟ وفرصة الخير فيها لا توجد كما هي فيها في غيرها. الثواني ديال ليل رمضان ما تلقاهمش في ليلة أخرى أبدا. فكيف الإنسان يسمح لنفسه أنه يدوز الليل ويقضي الليل دياله في اللهو الفاسد؟ ولنفرض أنك تلهو ببعض المباح، ما بقالك غير رمضان، فاش دير اللهو من المباحات؟ ومعلوم أن العلماء حيث أباحوا ما أباحوا من بعض اللهو، اللهو المذموم راه مذموم، من الحرام والمكروه، ومن اللهو المباح جعلوه مباحا بالجزء حراما بالكل. يعني أن الإنسان حتى لا بغى يبسط ويمزح لا يكون فيه ذلك سمة مضطردة. هذا في غير رمضان، ما يبقاش ديما غير يلعب 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 ديما يضحك، هذا في غير رمضان، فما بالك برمضان ليله ونهاره. فأولى بالمؤمن أن يكون قد اتصل، أن يكون قد اتصل قلبه بعبادة ربه، لا يجد مكانا في ذلك لغير التوجه لله الواحد القهار، تدبرا وتفكرا وذكرا وشكرا وقياما وصياما، إن هي إلا أيام قلائل وتودع. كيف الإنسان يتجر على انتهاك، وأحسبه انتهاك لحرمات رمضان باللهو؟ أما الآخرون فحدث ولا حرج، الناس اللي يقضيوا الليالي ديالهم في المقاهي بين الرقص واللاعب، هؤلاء شياطين وانتهى الأمر، ما بقيش نزيدوا كلام أخر. شياطين ينوبون عن الذين صفدوا، هذوك الأباليس اللي كتفهم ربي بالسناسل، هذوك يمشي وينوبوا عليهم، فلا حديث لنا معهم. نتحدث مع الصالحين المغفلين الذين قد تستغفلهم أهواؤهم، يصوموا النهار ويغلطوا بالليل، أنهيت التراويح استرح بالنوم أو بالذكر أو إلى العلم، ولا تزغ عن ذلك قيد أنملة. واحذر شيطانا آخر يقتحم علينا بيوتنا، التلفزيون، منكر كبير ومجرم كبير، مجرم، لأنه يختطف منا صيامنا ويغتصب منا تقوانا اغتصابا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم، ونذكر جزءه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. الرفث الكلام الساقط مما يكون مقدمات للجماع أو الغزل، الرفث، وقد حرم مباحه في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن الإنسان اللي في الحج متلبس بالعبادة، راه لابس العبادة، ما عندوش الوقت آنئذ ليرفث إلى زوجته الحلال الطيب. وكذلك نهار رمضان، نهار رمضان، أما ليله فقد أبيح فيه ما أبيح، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ولكن المشكل أننا نرفث في ليل رمضان إلى غير نسائنا، نساء الكاسيات العاريات على الشاشات، واش هذيك غير مرايا؟ وكان ذلك العري، ذلك الشيطان يريك مصائبه، فأقفله، حاربه في رمضان، خذ حرب على التلفزيون في رمضان، إنه مجرم. وأقولها وأعي ما أقول، الأسلوب اللي كيديروا الناس ديال الإعلام في رمضان أنهم يشعروننا بإحساس خطير
على مستوى العقدي، على مستوى العقيدة بعد، ثم على مستوى العبادة. أما على مستوى العقيدة كيديروا لنا ليالي رمضان باش كيصوغوها ويبرروها، كيقول لك كنخففوا على الصائم، هذا هو المنطق باش كيتكلموا. ولذلك يكثرون من المسرحيات ومن ألاعيب اللهو السكيتشات ومن الأغاني الفاضحة والرقصات الكاشفة المائعة. من الناحية العقدية كيبغيو يوريو لنا أننا رمضان ما عجبناش، بحال هذاك المسجون السجين كيمشي ويديروا له بعض الأشياء اللي تلهيه وتنسيه باللي راه في الحبس. رمضان هو الحرية عينها، هو الانطلاق عينه إلى السماء. قبل رمضان نكون مغللين ومغلولين إلى التراب، مكتفين إلى علائق التراب وإلى أدخنة التراب وحرائق التراب. وفي رمضان تغلق أبواب جهنم وتفتح أبواب الجنة، وترتبط السماء بالأرض عبر مسارب الملائكة ومعارجها. هذا شهر مبارك، شهر الفرح، شهر الخير، شهر الانطلاق. ويخليوك يوهموك بأنهم في رمضان كيديروا لك التمثيل والمسرحية باش ينسيك شوية ديال الصيام. ما بغيش يا سيدي أنا ننسى الصيام، قال لك بغي يضحكنا، ما بغيش أنا نضحك في رمضان، ضحك أنت. هما كيضحكوا علينا ماشي كيضحكونا، وهذا هو الواقع. يضحكون منا لأنهم يسلبون منا أعز ما نكتسبه من رمضان، التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النهار كامل انت تجمع في المغرب يشطبولك بلوسخ بالوسخ ويفضي معك من اللقطات الأولى بعيدة أذان المغرب. حاربوه، أقفلوه، ما عندكم ما تديروا به. والذي له قدرة على النقد فليتخير منه أحسنه، ومن لا يستطيع دير عليه الإضراب، أقطع عليه الصوت دياله، أقطع عليه الصورة دياله، وابقى مع الله. ذلك الأنس وذلك الكمال وذلك الجمال. بغي ينسيني في ربي، لا أريد، أنا أريد أن أبقى ذاكرا الليل والنهار، أن أصل صيامي ليله ونهاره. إن أفطرت على الطعام استمررت وبقيت على الصيام عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي رمضان بالخصوص كما ذكرت يضاعفون مجهودهم التخريبي، لأنهم يعلمون أن الأنفس المسلمة تقبل أكثر من أي وقت مضى تائبة إلى الله. عدد كبير من الناس كيكون لهم رمضان فرصة إما للانقطاع من الزمن ديال الفحشاء والمنكر ويولي مع الصالحين ويسلك مع الساجدين، وقبل رمضان ما كان يصلي لله ولا ركعة، أو واحد نوع آخر كان يصلي ولكنه يخلط هذا بذاك ولا يتحرى، لا يتحرى الحلال بل كان يتحرى الحرام. فيأتي رمضان ببركاته وأبواب الجنة المتفتحة المفتحة فيه، وبالخيرات والبركات اللي كيسرها ربي عز وجل من الدروس ومن الأذكار والصلوات. وكتكون فرصة للمؤمن باش يعاود الحساب في راسه مع راسه ويقلع لتصفو أعماله وتزكو بإذن الله ويستقيم سيره على الصراط المستقيم. فلما علموا أن ذلك كذلك ضاعفوا المجهود لصد من كان يصلي ألا يستقيم على الصلاة حقا وصدقا، وصد من لم يكن يصلي أن يكون من المصلين، لأنهم اللي بات الليل كامل مع التلفزيون مع الفساد مع الخبز يصعب عليه جدا أن يصلي الصبح لأمرين. الأمر الأول لأنه سهران، هذا بدني، والأمر الثاني وهو أخطر وهو الذي ينبغي التحذير منه، وهو أن الذنوب تثقل القلب عن أن يحلق إلى المسجد أو إلى الصلاة. إلا بات الإنسان مع الذنوب يشوف فيها ويحقق فيها ويعاود
ويقول بلسانه ويسمع بأذنه ويرى بعينه، راه القلب ديالو كيتوسخ يتوسخ يتوسخ لدرجة أنه إن سمع المؤذن إلى سمع المدن فإنه يسمعه ولا يصل إلى قلبه، ويراه ولا يبصره، كيشوف الجمع راه هو وما كيبلوش، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. العمى عمى القلب، الذنوب تصيب القلب بالعمى، الذنوب تصيب القلب بالعمى، وما بقيش تشوف لا الليل لا النهار، لا الصيام لا غير الصيام، لا الحلال لا الحرام، يختلط لديك كل شيء في الظلام. ولذلك دافع عن صيامك، راه ما غاديش يخليوك تصوم على خاطرك، دافع على الصيام ديالك، خذ حربا من أجل إبقاء قلبك في صدره حتى لا يسرقوه منك بوسائلهم الفاسدة المفسدة. كفى أنه في الشوارع والأزقة والمحلات العمومية والخصوصية العامة النار مشتعلة بالفساد، وعلى أقل بنادم يدخل لدارو يتصنت لعظامه يلقى الراحة، ماشي يبقى تبعو الفساد إلى عقر داره، سد عليه، ما عندك شدك، ألا إرادة لك؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فحيث قال الله جل وعلا في محكم كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كانت هذه الآية فاتحة النور للناس حتى يبصروا مسلك الصراط المستقيم إلى الله رب العالمين. كان أوجب على المؤمن أن يكون ذلك دالا على الاحتفال. هذه الآية هذه بشرتنا بأن رمضان هو بداية الخير اللي انطلق منه الضوء، النور، النور اللي نور طريق الإنسان وللناس أجمعين اللي كانوا عايشين حيارة في الظلمات، ونور لهم طريق التي تؤدي إلى الله توبة وأوبة. هذاك اليوم وهذيك اللحظة اللي نزل فيها هذا القرآن وجب أن نتخذه محتفلا، خصنا نديروا حفلة نحتفلوا به شهر رمضان. والاحتفال يعني الاهتمام الزائد عن العادة، هذا هو الاحتفال. سلمت عليه فاحتفل بي، سلمت عليه فسلم علي، بينهما فرق. سلمت عليه سلم عليك، السلام عليكم وعليكم السلام، رد لك بالمثل. أما أن تحتفل به فهو أن تحييه بأحسن منها وتزيده ترحيبا وترغيبا، وهذا هو المقصود بالاحتفال برمضان. رمضان بمطلع هلاله يسلم علينا، خصنا نقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالمعنى أي أننا نحتفل به ونفرح ونقول له حللت أهلا وسهلا، ونوحد الله فيه وبه، يعني هو شاهد من الشواهد التي نستعملها لتوحيد الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كيشوف النهار الأول من الهلال الشهر كيقول له فيما يقول له وهو كثير: ربي وربك الله. شاهد من شواهد التوحيد، هذا داعي للفرح باش نستقبلوا رمضان بالاحتفال الروحي، لأننا مقبلون على أبواب فتحت وهي أبواب الجنة عن طريق الاستغفار والتوبة والصيام والانقطاع عن الناس إلى الله عز وجل. ولذلك احذروا من أن ترددوا تعابير سيئة دأبت العامة على ترديدها في رمضان، فيها شرك وفيها كفران الجميل والمعروف. يعني واحد العبارة كيكثروا الناس منها في رمضان، فيها شرك وفيها أنك كتكفر بالنعمة اللي أعطاك ربي، وهي أنها قد عمت بها البلوى
إلى درجة وجب التحذير منها. الناس غير بدار مدار نهار جوج كيقول لك وا اخبارك مع الصيام، كي درت مع الصيام؟ الصيام ولا عدو؟ هذا المعنى مفهومه المخالف، والشعور الذي يعطيه في الحس أننا ما فرحانينش برمضان، بل خصنا نسولوا بعضنا كي درنا مع فراق رمضان إن قرب فراقه. تما الإنسان خصو يحس بنوعين من الحزن أن فارق شهر الملائكة شهر جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ولا يدري بعد ذلك المؤمن أيبلغ مثله من السنة المقبلة أم تكون القاضية. ماشي معقول أننا يواسي بعضنا بعضا أننا نصوم، واحد فينا كيعزي الآخر، هذا الذي يحصل. واحد فينا كيعزي الآخر على أنه صايم، صايمين بجميل، أوليس نصوم فرحا لله وبالله؟ حاربوا هذه العبارات، اللي قالها قل له سيدي بخير وعلى خير الحمد لله، بالعكس أرد عليه بيلو حتى تنقطع هذه الكلمة الشيطانية ويقطع الله دابرها في لفظها وفي معناها وفيما تخلفه من مرض في القلب. لأن يعني راك تخلي المرض في القلب وكتربي بها الجيل اللي جاي، كيبدأ يحس بحال رمضان راه شغول غادي ياكلو، بينما هو العكس عن التمام والكمال. اللي غلط كيقولوا له ياك مراك صايم، سبحان الله. فرمضان تصفو النفس ويتبين لها الحق من الباطل. لا يقع هذا في رمضان إلا للذي صام بطنه ولم تصوم نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، باب، هذا كلام البخاري، من لم يدع قول الزور والعمل به. وروى فيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللي بقى مستمر في الكلام الكذب الزور، به كيبيع به كيشري به يخدم به تصرف به يربي ولاده، فهذا لم يصم منه إلا بطنه وفرجه. أما النفس التي هي مقصودة بالصيام وقد بيناه قبله فليست بصائمة، بل هي مفطرة، ليس على الحلال، على الخبائث، هذا سيشعر بشدة الصيام، هذا غادي يمحن الصيام ويحس بأنه عدو، ما يحسش بأنه حبيب قريب. وإنما الذي يشعر بصفائه وبجماله من يبصر، من يبصر الذي يرى الآيات، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، ورمضان بصيرة لمن لا بصيرة له. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.